بنصبح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ودلوقتي نروح لزميلتنا دينا شرف ونصبح عليها ونعرف ذكريات دينا مع الكحك. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا احمد. صباح الخير جمانة. صباح السعاده والتفرج على كل المصريين في كل مكان. صباح يعني الخير. انا اعتقد ان انت كان بيجي لك الكحك جاهز يا دينا. مش انا على فكره بحسدك يعني. لا كان نفسي جدا جدا وكنت لما بشوف الناس او الناس بتحكي في المدرسه واصحابي وكده ان هم بيروحوا وجدتهم بتقعد تعمل الكحك وترقش الكحك معاهم وتديهم حاجات يبوظوها ويلعبوا بيها ويجوا بيها تاني يوم. لا كنت ببقى يعني زعلانه. كان بيبقى نفسي بس ماليش لا ذكريات يعني. اتمنى حتى كنت عاملها بس ما عملتهاش لان انا فاشله في المخبوزات زي جمال. البركه فيكي تعمليها دلوقتي ان شاء الله. لا بقول لك عادي ده انا ما بفشل في الكيك هفشل يعني هنجح ازاي في المخبوزات الكحك وال بتحبي الكحك يا دينا والبسكوت بقى والحاجات دي؟ انت عارفه انا بعشق اكتر حاجه الغريبه. يعني انا ماليش في الكحك والبوتيفور مش قوي. هو البسكوت والغريبه الاثنين دول هم اكتر حاجتين بحبهم والغريبه اكتر يعني. كده انا متفق معاكي تماما. لا يعني هي بصراحه جميله جدا. وبدات يعني انت كنت بتسال جمانه بداتي تاكلي؟ بدات امبارح اول يوم. الف هنا تقريبا خلصت يعني طبق قريبه كده من بيتي. الف هنا اهم حاجه بس تيجي بكره معاكي الكحك عينينا والله. تعالى تنور كمان. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب بالصحه والسلام. كالعاده بنبدا معاكم فقرتنا في صباح الخير يا مصر مجموعه من الاخبار والموضوعات اللي بتهم حضراتكم. ولكن دايما بنبدا معاكم كده بادئ ببدء باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح. ومن ابرزها تلقي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من رئيس جنوب السودان سيلفا كير للتباحث حول الاوضاع الراهنه في السودان. ووجه الرئيسين نداء للوقف الفوري لاطلاق النار في السودان واعربوا عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطه بين الاطراف السودانيه. ده حقيقه جمانه. ويمكن كمان كان في اخبار في مجلس الوزراء بالامس لان امبارح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تراس اجتماع اللجنه العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخيه وكمان تابع الموقف التنفيذي لاعداد الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الصناعيه. ويمكن خلونا نعرف تفاصيل اكثر عن هذه الاخبار التي حدثت بالامس من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من رئيس جنوب السودان سيلفا كير للتباحث حول الأوضاع الراهنة في السودان. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيسين وجها نداءً للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان وناشدوا الأطراف كافة بالتهدئة وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني. وأعرب الرئيسان عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية حيث إن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الوضع بما قد يخرج به عن السيطرة، مؤكدين إن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة والضمانة لاستكمال المسار الانتقال السياسي وتحقيق البناء والتنمية في السودان. امبارح تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة لشعب مصر والأخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد. وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد التي يضرب المصريون فيها المثل العظيم في الترابط والتضامن والوحدة الإنسانية. وأدعو الله في هذه المناسبة أن يديم على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية. خلال الاجتماع تم استعراض التقرير المحدث الأول للمساهمات المحددة وطنياً، وده بيأتي في إطار إصدار إعلان مشترك خلال فعاليات قمة المناخ COP27 بين حكومات مصر وألمانيا والولايات المتحدة لتسريع تحول الطاقة في مصر. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لبحث سبل النهوض بالمناطق الاستثماريه والصناعيه، واوضح رئيس الوزراء ان الاجتماع بيهدف لبحث التحديات اللي بتواجه المستثمرين في المناطق الاستثماريه والصناعيه بهدف التغلب عليها والوقوف على السبل اللي من شانها النهوض بتلك المناطق. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعه الموقف التنفيذي لاعداد الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الصناعيه. واكد مدبولي اهتمام الدوله بقطاع الصناعه لما يمثله من اهميه كبيره في تحقيق الاهداف الاقتصاديه المنشوده والوصول لمعدلات نمو مرتفعه للصادرات المصريه.